بن مبارك مسعودة، ولدت سنة 1918 خلال على كل. عندها حوالي 5 سنوات مؤخرا وهي راهي تعلم في الذر القرآن وحلقة الذكر، وخاصة عشوة الجمعة بعد صلاة العصر يتلمدوا الذراري ويديروا الحلقة نتاع الذكر لا إله إلا الله لفظ الجلالة 1200، ومن بعد تعطيهم الحلوة على أساس باش يبقوا متذكرين هذاك الشيء باش يعاودوا يرجعوا باش تبقى راسخة في أذهانهم. وكذلك سنة أجزاء من بعض الأجزاء من القرآن يحفظوها عليها كل عشوة الجمعة، وسير الأيام هم يجوا المساء دي من شوي شوي قد تحفظهم، وهم يوم الجمعة يراجعوا وش ذكروا وش قرأوا كل هنا عليها وختام الذكر.